نقوم بالدخول إلى موقع Verbwork، سوف تجدون رابط الخاص به أسفل الفيديو. تقوم بالضغط على سانسكريت إيسي، ثم هنا تقوم بكتابة الاسم الخاص بك، وهنا الادرس ايميل، وهنا يعني هنا هذه تتركها كما هي. هنا تقوم بكتابة الاسم واللقب والدولة واللغة التي تريد أن يعني أن تتصفح بها الحساب، وهنا تكتب 4 أرقام يعني خاصين بك، مثلا اختر أي رقم تريد لكي تتذكره، وهنا تتركه كما هو، ثم تضغط على جاكسب، تقوم بكتابة الكابتشا، هذه الكلمات التي توجد هنا قم بكتابتها في هذه الخانة، وإن لم تعجبك هذه الكلمات أو كانت معقدة أو شيء من هذا القبيل تضغط على هذا السهم لكي يقوم بتبديلها لك، تضغط على سانسكريت هكذا وسوف يتم تسجيلك. عندما تتسجل بالإيميل عليك أن تذهب إلى الإيميل الخاص بك، سوف تجد فيه رسالة كما هذه يعني مثل هذه الرسالة التي أرسلوا لي، يوجد فيها كلمة سر، هذه هي كلمة سر التي أرسلها للموقع، تقوم بنسخها هكذا والدخول بها، ويمكنك تغييرها من بعد. تقوم بالدخول إلى اليوزر نيم الخاص بك، وكذلك تقوم بلصق أو كتابة كلمة السر التي أرسلها لك الموقع في الإيميل الخاص بك، تقوم بكتابتها هنا وتضغط على Identification. ها قد تم تسجيل دخولنا إخواني، وإذا أردت أن تقوم بتغيير تلك الكلمة السر تضغط على Change Setting، تقوم بكتابة هنا كلمة السر التي تريد، مثلا أنا أختار كلمة سر جديدة، ثم تضغط على Change Password. كما تلاحظون Your password has been changed، فيعني كما تلاحظون قد تم تغيير، لو يعني قد تم قمتم بتسجيل الخروج وأردتم التسجيل من جديد سوف تدخلون بكلمة السر التي الجديدة التي قمتم بتحويلها. المهم كما قلت لكم سوف نقوم بتحويل الأموال من البيتكوين إلى بايبال، ونقوم بإعادة تحويلها من بايبال إلى البيتكوين فقط. لاحظوا معي، صراحة هذه أول تجربة لي في هذا الموقع، لا أعرف عنه الكثير ولا يعني ليس لدي خبرة كثيرة، المهم هو أن يعني تشاهدوا معي هذه التجربة وتستفيدوا من الأخطاء التي سوف أقوم بها إن وقعت في مشكل أو شيء من هذا القبيل. نضغط على Deposit هكذا، نقوم بنسخ هذه المحفظة، هذه هي المحفظة التي أقوم بإرسال إليها المال من البيتكوين لكي أقوم بتحويله إلى بايبال، يعني ندخل إلى أبفولد، نقوم بكتابتها هنا 9 4 2 7 8 0 8 كونفا، وها قد تم إرسال المال إخواني كما تلاحظون أمام عيونكم بما يقارب 16، قمت بإرسالها إلى الموقع لكي أقوم بتحويلها
إلى باي بال، وكذلك عندما يصل المال إلى باي بال أقوم بإعادة تحويله من باي بال إلى البيتكوين. كما تلاحظون يعني في هذه التحويلات هناك بعض الاقتطاعات، تقريبا هم يأخذ دولار واحد وكذا واثنان في المئة، يعني دولار واثنان في المئة. إن شاء الله سوف تشاهدون كل شيء على أعينكم، وننتظر حينما يصل المال إلى الموقع فيروكس. وعدنا إليكم من جديد إخواني، كما تلاحظون ها قد وصل المال إلى الحساب الخاص بي في موقع فيروك كما تشاهدون هنا. صراحة يأخذ يعني نصف ساعة تقريبا أو ساعة هكذا، ثم تأتيك رسالة على الإيميل الخاص بك بأن وصل المال إلى الشركة أو إلى الموقع. كما تلاحظون هذه هي الرسالة، يقول بأنك تم يعني وصل المال إلى الموقع الخاص بك 0.02 BTC، يعني بما يقارب 16 دولار. إن شاء الله الآن سوف نقوم بتحويلها إلى الدولار لكي نقوم بسحبها إلى باي بال، ومن ثم أقوم بإعادة تحويلها إلى البيتكوين واسترجاعها إلى المحفظة الخاصة بي. بعدما يعني يصلك المال هنا تضغط على BTC SLL هكذا، ثم تضغط على Next، ثم على Plus Order. كما تلاحظون ها قد يعني تحول إلى SLL، ونقوم بتحويل من الـ SD إلى يعني نقوم بتحويل البيتكوين إلى الدولار. نضغط بعدما ضغطنا هنا وقمنا بتحويله، نضغط هنا لكي نقوم بتحويل إلى دولار، ثم نضغط على Next، ثم Plus Order. كما تشاهدون إخواني ها قد تحول إلى دولار، يعني بقيت 15 دولار أقوم بتحويلها الآن إلى الباي بال الخاص بي. أضغط على ويدراو لكي أقوم بسحبها، وأختار الباي بال، ويدراو تو باي بال. هناك يمكنك أن تسحب هذه 15 دولار عبر باي بال أو عبر سكريل أو عبر البنك الخاص بك. فقط يعني هناك البنوك لكن محدودة، لكن إن شاء الله منها يعني في الأيام القادمة إن شاء الله سوف أقوم بتحويل أيضا من موقع آخر، من البيرفكت موني إلى البيتكوين، من البيتكوين إلى البيرفكت موني، وكذلك من الباير إلى البيتكوين. إن شاء الله سوف أقوم بشرح موقع آخر. المهم هو باي بال لا يوجد في ذلك الموقع، لهذا قمت بشرحه في موقع فيروكس. كما تشاهدون الآن سوف أقوم بتحويلها إلى باي بال، أقوم بكتابة المبلغ الذي أريد تحويله 15 دولار، وأقوم بكتابة الإيميل الخاص بي على باي بال. وبعدما قمنا بكتابة الإيميل الخاص بنا نضغط على Request Withdraw هكذا، وتم إرسال المال إلى الباي بال الخاص بي. كما تشاهدون هذا هو باي بال الخاص بي. ننتظر حينما يصل المال إلى باي بال، ونعود إليكم من جديد لكي نقوم بتحويل المال من باي بال كذلك مرة أخرى نسترجعه إلى البيتكوين. فهذا هو ما يريدونه الناس، لأنني قلت لهم بأنني سوف أقوم بتحويل المال من باي بال إلى البيتكوين. فسوف تشاهدون إن شاء الله الآن عندما يصلني المال في باي بال أقوم بتحويله إلى البيتكوين وإلى المحفظة الخاصة بي إن شاء الله. ابقوا معي حينما يصل المال، وسأعود من جديد إن شاء الله. عدنا إليكم إخواني، صراحة قلت لكم أنني سوف أقوم بتوقيف هذا الفيديو، لكن بصراحة قمت بتوقيف الفيديو وعملت يعني أكتياليزي ريفرش للصفحة، ووجدت أن المال قد وصل. فهنا لاحظوا الساعة لكي تشاهدون، فقط عندما قمت بتوقيف الفيديو عملت ريفرش ورأيت أن المال قد وصل إلى باي بال. إن شاء الله الآن سوف نقوم بتحويله من باي بال إلى البيتكوين كما يريد الجميع. نقوم بإعادة الدخول مرة أخرى إلى الموقع الخاص بنا على فيروكس، ثم نقوم بكتاب الضغط على ديبوزيت هكذا،
ونختار الباي بال. هكذا مثلا أريد تحويل 12 دولار أو 13 دولار. 13 دولار أقوم بتحويلها. نضغط هنا ثم نضغط على الدفع الآن. يوباي ماكلون بأكسنت only accept verified PayPal account. Please verify your PayPal account. عدنا إليكم من جديد إخواني. صراحة كما قلت لكم أنني سوف أقوم بتجربة هذا الموقع لأول مرة أمام أعينكم، وواجهت مشكل فلهذا أقوم بتصحيحه أمامكم. عندما أردت تحويل المال من عندما وصلني المال في باي بال كما تشاهدون، كما تشاهدون عندما وصلني المال كما تلاحظون 13 دولار، أردت أن أقوم بإعادة تحويلها إلى موقع فيروكس لكي أقوم بتحويلها مرة أخرى إلى البيتكوين. فعندما أدخلت المال كما شاهدتم قال لي بأن الباي بال الخاص بك يعني غير مفعل، فهذا الموقع لا يقوم بتحويل من باي بال إلى البيتكوين كما يعني يجب على الباي بال أن يكون مفعل لكي يقوم بالتحويل. فلهذا اضطررت لكي أقوم بتفعيل الباي بال وأعود إليكم من جديد. فالحمد لله قمت بتفعيل باي بال عندما قمت بتأكيد البطاقة المصرفية. ونعود إليكم من جديد وندخل كما قلت لكم، نضغط على withdraw deposit هكذا لكي نقوم بتحويل المال من باي بال إلى البيتكوين. أقوم بكتابة المبلغ. باي بال وها قد تم إرسال المال إخواني من باي بال إلى فيروكس لكي نقوم بتحويله إلى البيتكوين مرة أخرى. فقط ننتظر لحينما يصل المال من باي بال إلى موقع فيروكس لكي نقوم بتحويله ونعود إليكم من جديد إن شاء الله. عدنا إليكم من جديد إخواني. كما تلاحظون ها هي يعني 9 أورو أرسلتها من باي بال، نقوم بتحويلها إلى البيتكوين. نضغط على أورو SLL، نقوم بكتابة المبلغ، نضغط على Next بلس Order وتم تحويله إلى SLL. نقوم بالضغط على BTC SLL ونقوم بكتابة المبلغ. وكما تلاحظون إخواني ها قد تم التحويل إلى البيتكوين، ونقوم الآن بسحب البيتكوين. نقوم هنا بكتابة المبلغ بالبيتكوين، نقوم بكتابته هنا، وهنا نقوم بوضع الأدرس بيتكوين هكذا، ونضغط على Request Withdraw. Your withdrawal request has been... إن شاء الله سوف ننتظر لحينما يصل المال إلى Upfold لكي تشاهدوا كل شيء أمام أعينكم يا إخوان. ننتظر لحينما يصل المال ونعود إليكم من جديد.
وكما تلاحظون إخواني، ها قد وصل المال إلى المحفظة الخاصة بي. صراحة إخواني لاحظتم أنني قمت بتحويلات كثيرة من هذا الموقع، يعني من البيتكوين إلى الباي بال، ومن الباي بال أعدته إلى البيتكوين. يعني هناك سوف يكون الكثير من الاقتطاعات، ولكن أنتم إذا كنتم تحتاجون يعني تحويلة واحدة فقط، أنا كررت التحويلات لكي أوضح لكم، حتى لو أنني خسرت بعض الدولارات فهذا لا يهم. يعني المهم هو أن تتعلموا يعني تبدأوا مسيرتكم الربحية عبر الإنترنت. إن شاء الله في هذه القناة سوف أشرح جميع الأشياء التي تحتاجونها في الربح من الإنترنت. هناك طريقة، هناك بعض الأشخاص يحتاجون أن يقوموا باستخراج البيتكوين إلى نقود يعني ملموسة، فلهذا اضطررت أن أقوم بشرح لكم كيف يتسجيل في بنك يعني يضم عملة الأورو والدولار وكذلك البيتكوين، وكذلك يوفر لك أن يعني تحصل على بطاقة ماستر كارد يمكنك أن تسحب من خلالها البيتكوين والدولار والأورو من أي صراف آلي في العالم. إن شاء الله إذا كانت الطلبات كثيرة كالعادة سوف أقوم بشرح لكم طريقة التسجيل في هذا البنك والحصول على بطاقة ماستر كارد، وإن شاء الله سوف أقوم بوضع فيها البيتكوين من خلال ذلك البنك، ويعني أذهب وأصور لكم فيديو أمام الصراف الآلي وأقوم باستخراج البيتكوين إلى نقود أمام أعينكم أمام الصراف الآلي بالفيديو إن شاء الله. إذا كانت الطلبات كثيرة سوف أقوم بعمل هذا الفيديو، فأتمنى يعجبكم الشرف عفوا الشرح أتمنى أن يعجبكم الشرح إخواني. وللأشخاص الذين أعجبهم الشرح أتمنى أن يبخلوا علي بالضغط على زر سبسكرايب والضغط على زر لايك لهذا الفيديو، فصراحة أنكم تحفزوني كثيرا إذا وجدت الكثير من اللايكات على الفيديو، وأتمنى أن يعجبكم الشرح. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.